الحسد عالطريق، الحسد عم بزهر، زهر بالدوارة وزهر عند الجارة. الحسد عالطريق، الحسد عم بزهر، زهر بالدوارة وزهر عند الجارة. والقبر مسنونة والعيون مسنونة، والقبر مسنونة والعيون مسنونة. هذا سؤال ما بقدر أنا جاوبك عليه ولا حدا بيقدر يجاوبك عليه، لأنه الفنان المبدع نفسه ما بيعرف ليش بيبدع. لما بيكون هو آلة إبداع ما لا يد له في إبداعه، بيكون الإبداع بينبع منه من داخله. ما بيقدر هو يعدي الناس بالإبداع أو يشرح لهم بالمنطق كيف يبدع. أنا خايفي، أنا خايفي الأشياء الحلوة كتر، والعين اللي بتصير صارت عم تطلع، والخرز الزرقا شو بدها تحرس تتحرس. خايفي من صيبة عين. ما بيقدر هو يعدي الناس بالإبداع أو يشرح لهم بالمنطق كيف يبدع. اللي بيخوف يا شيخ خاطر الخيانة، الخيانة بتهد الرجال وبتنهي الأبطال وبتضل جيعانة. والدليل اليوم إذا منتطلع على الإشياء اللي طلعت وصدرت من عاصي فعلا مختلفة وما فيك تسمعها وتطلع منها، بتضل لحقتك وعايشة معك، لأنه كانت نابعة من صدق وإخلاص وحقيقة وتجربة قاسية ما كانت سهلة أبدا. والأسى بيترك بصماته بالحياة كتير. ما عاد تحرز هاي إلك شو بيني كترت قصصنا وما بقى يساع الحكي. في الوقت هو اللي بيقول كل الأشياء، بيحدد الحقيقة مع الوقت. يعني مش ناطر كان اني انا احكي اليوم عن عاصي، شغله حكي عنه وبيحكي عنه لكل هالزمان. بتقول الخبرية هو وهي من اول العمر لاخر العمر، بتتخبى بيلحقها بتزعل برضيها، توقف بيسبقها بيرجع يلاقيها. مثل ما قلنا لكون هيدي كانت قصة ضيعة، للقصة صحيحة وللضيعة موجودة كانت حكاية. فينا الحكاية بعيدة